كابيتال كي تقول فتحنا الكابيتال، حنا الكابيتال تاعنا يلي دو 2 مليار 20 مليون دو دينار. دوك القانون قال لك لازم سبعه داروا ما عندهمش، ما كونوا الجمعيه ما عندهمش 2 مليار، وقانون سمح لهم يعني يسيروا عندهم صلاحيات يسيروا مده خمس سنين يخلصوا الكابيتال تاعهم. ما كملوش خمس سنين جماعه حلوا لنا، جينا عاوناهم اعطيهم صح، نشكروهم، نشكروا الاداره القديمه انا نشكروها، حلوا لنا خدمنا معاهم عطينا الكابيتال تاعنا وربي سي بون. دروك الكابيتال قادر غدوه الكابيتال تاعنا نسحقوا صوارد نحلوا الكابيتال للشعب اللي يحب يدخل تما غدوه واحد بيجي ان اكسيونير ما نقولولوش عندنا مشاكل، ما عندناش مشاكل. يجي كاين اكسيونير بار اكزومبل حب يبيع، حب يخرج يبيع، من حقه في النهار يبيع. كاين اكسيونير حب يدخل يجينا ان اكسيونير بوتونسيال يحب يدخل، حنا نديرو جمعيه عامه الا تفاهمنا نقبلوه يدخل نقبلوه، ما يكونوش عراقيل. تما العراقيل الاداريه ما كاينش في الاستاتيو دروك. ان شاء الله يجيو. كاين بزاف اللي يحبوا يجيو، كاين بزاف اللي يحبوا يجيو، والسبب الرئيسي باش ما جاوش هو العراقيل، هما العراقيل هذو. مي دروك حنا بالاداره جديده ان شاء الله جماعه لاباس عليها الحمد لله، الناس معروفين، الناس مثقفين، الناس يعني متربيين اذا سمحتوا لي نقولها. دروك كاين ناس، كاين بزاف الناس، انا شخصيا كاين بزاف الناس عيطوا لي في التليفون قالوا لي احنا الى قادرين نجيو نجيو، الى قادرين تحبوا تحلوا لنا البيبان نجيو. بو كاين ناس برومو الناس يجيوكم سبونسور، و يا دي جو ايزون توني اعطيهم الصحه، دي سبونسور ايزون توني لا بارول اعطيهم الصحه. كاين لي سبونسور جدد حبوا يجيو يدخلوا ثاني. حاليا ماشي نعانيو وماشي ما نعانيوش حاليا الحمد لله، يعني ماشي نعانيو. حنا عندنا دخلونا شويه صوارد، الاداره القديمه مساله خلصوا الدين تاعهم، دخلوا شويه صوار تاع الام جي اس، خلصوا الاداره القديمه، خلصوا الكريدي تاعهم. نشكروهم قالوا لك حنا ما عندناش كريدي الحمد لله. دروك حنا عندنا جمعيه عامه نهار الاربعاء ان شاء الله، نريحوا في الطبله، نكملوا مشاكلنا بيناتنا خوا، ونعينوا مسؤول، يعني نعينوا رئيس جديد، ونعينوا الاداره جديده. وعندنا مازال عندنا دي سبونسور البلديه، نشكر البلديه والولايه، هما عطاو لنا دي سوبونسيون. انا جاني الخبر بلي البارح البلديه عطاتنا ان سوبونسيون كونسيكونت، تسمى منا الميركاتو ان شاء الله نكملوا اليز، ان شاء الله نكملوا اليز ما يكونوش عندنا مشاكل. والله ما حبيت نطيح في مراد رحموني بارت، درنا له الريسبسيون، خدم انسان واحد ما يكونش انقرا، انسان اللي خدم معك عامين ونص، انا جيت جديد كما يقولوا جيت جديد، مي انا قديم في الموب، انا تربيت في الموب ودمي موب. مراد رحموني جا خدم عامين، خدم مع جماعه الاداره القديمه، نشكرهم جميع هو والاداره القديمه، طلعوا الموب. والله قعدنا احنا لي زاكسيونير اون سي بوزي لا ميم كيستيون، وعلاه ما جاوش لي سيبور تاعنا؟ واحد يقول لك سخانه، واحد يقول لك تيليفيزي، كل واحد كيفاه يقول. انا والله سما في مالوكر، سما فريمون في مالوكر. والله لو كان قالوا لي ما عندناش صور نجيو، لو كان حليت البيبان يدخلوا، معليش انا باسكو سي او مومون ديفيسيل نسحقو، انا السيبورت هذا نسحقو في المومون ديفيسيل. اليوم سحقيتو لا ديريكسيون جديده، يعطيكم الصحه ميرسي الحمد لله. كي نحينا لابول هذيك مالغري سي مومونطاني، مي او موان فا ريسبيري ان بتي بو، اون فا بريباري ان شاء الله البروشان ماتش دون لا سيرينيتي، ان شاء الله اون فا بريباري البروشان ماتش. وش فيليسيت سورتو، وش فيليسيت لي دو جوان تاع رحموني اللي قعدوا معانا، سهروا معانا، خدموا معانا بنيه تاعهم، اينون با تريشي، خدموا معانا مالغري قال لك احنا نروحوا داروها الرجله، قال لك احنا البريزيدون تاع لونترينور تاعهم شاف راح، حنا نروحوا معاه، مي قعدوا معنا. جلور تير شابو، ونشكركم واعطيكم الصحة. كان هذا هو ركن المنصة الشرفية، نتمنى كل التوفيق للإدارة الجديدة باش تنجح في الرهان تاعها، وإن شاء الله يبقى الفريق الأول
يبقى الفريق عفوا في الرابطة المحترفة الأولى، لأنه حلم 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 منطقة كبيرة تاع القبائل. وإن شاء الله نقولوا نكون المو بيأدي موسم جميل يكون بيليق بسمعة الأنصار اللي يملكهم، لأنه في هذه المدرجات راحنا نشوفوا صور جميلة جميلة جدا. والكل راه بدا يتحدث عن الجولة التاسعة ولقاء الدربي بين شبيبة بجاية ومدرب بجاية. هذا الدربي اللي عنده بزاف ما تلعبش، نقولوا إن شاء الله راح نكونوا حاضرين في هذاك الدربي، لأنه عرس عرس كبير وعرس كل منطقة القبائل. الآن راح ننتقلوا مرة أخرى إلى المدرجات وراح نشوفوا ركن الحل مع المناصر وشنو هي الحلول اللي عطاها أنصار مدرب بجاية للفريق تاعهم باش على الأقل يضمن البقاء في القسم الأول. الحلول نورمالمون كاع لي سيبورتور نكونوا مع الكلوب نتاعنا، لازم نعاونوهم اي كومبري دا لي مومبر ديريجون، لازم في الماركاتو هذا لازم يجيبوا اربعه ولا خمسه لي جوار باش يرونفورسيو ليكيب، وان شاء الله نريسيو ما نهبطوش. نهبط ما نهبطوش ان شاء الله، سيرتو كي جانا المدرب هذا ان شاء الله، ان شاء الله عنده المستوى يعني عنده الخبره يعني. ديسي الميركاتو بالك من الميركاتو للفوق ولي يكونوا لي جوار يفون ريكروتي دي جوار تاع لا دي اون بور رونفورسي ليكيب، سينو ما شكيتش. الاسباب باينه، تسمى القسم الاول اذا خطاك تجيب لك كاري واحد اللي ما عندوش صوار ما ينجمش يدور، ما ينجمش يكتفي في ناسيونال اون كما يقولوا. لا الوطع درام لا غالب خويا، كاع الشعب تسمع بليك جات اداره جديده، لا جاو الناس اندستريال لاباس بهم، حنا ندعموهم ندعموا الفريق كما ان شاء الله باذن الله. نزيدوا شويه في الماركاتو نجيبوا واحد 4 5 جوار صحاح، فهم الشعب تاع المبادئ حبوش، ما يتباع ما يتشرى، يحب الجزائر يحب الشهداء يحب الوطن يحب كاع، نحبوا لا كولا. وراكم واقفين مع مولودية بجاية احتفنا العمر. عندنا ليكيب هاي طلعت بريمير ديفيزيون، الله يبارك، عندنا جمهور وعندنا الشعب وبجاية كاع مع الموب هكذا. الموب يعني وحده معروفه 40 ولايه، الموب معروفه مي الموب ان شاء الله تسقم، ان شاء الله نديروا تما يد في اليد نسقموا الموب هذا، باسكو الموب هذا التاريخ. تري بون انترينر نعرفو مليح، الور الى ترافاي بوكو دي زيكيب، مي ان شاء الله بالك في الميركاتو ان شاء الله ما وين داك لي جوار كيكرا ان شاء الله بالك قادم لنا ان شاء الله بلوتار على فينير، بيسكو لي جانايا زي مزيانون مونك ديكسبيريونس دا سي لا بروميير اني، ان شاء الله نقيم انطفل مانتيا ان شاء الله، انا داون لي جوار العالي ان شاء الله، و ندموندي دا نسحاب لي ديريجون هكا قادني ما نسن، بيسكو قدانك لي سيبورتر نتسوفريون هكا مالغي لي ريزلتا شويه كان مثلا تسد استاد نخدم لي فور ان شاء الله القادم. كاع لي سوبورتور هادو اللي يجيو الديبلاسمون لهنا نروحوا كاع للديبلاسمون ان شاء الله ان شاء الله نقعدوا في بريمير ديفيزيون، هذا ما نتمناو، ومرحبا بالشيخ هذا جديد عمراني ان شاء الله يجيبنا جديد. لازم في الماركاتو هذا أم خمسه ولا سته لاعبين اللي عندهم مستوى شويه لاباس به. شوف باللي مع المدرب جديد عمراني تقدروا تحققوا الباطي. نورمالمون مع عمراني عنده هو شويه عنده خبره شويه ليكسبيريونس في المستوى هذا. حتى الماركاتو نجيبوا لي جوار نشوفوا مع مع هذو اللي جاوا دروكا ان شاء الله يجيبوا لنا لي جوار ان شاء الله يحكموا الماتيا. شوف باللي المو بيقدروا يحققوا الباقة نقدروا مع عمراني ان شاء الله بالك نعاونوه ان شاء الله انا معاه. شوفوا مع الفريق حتى النهايه خويا العزيز، حتى النهايه مع المفيده لخويا العزيز ماشي مشكل كاع، المو تاعنا ديما في قلبنا خليها فوق الشده ان شاء الله الماتيا برك. صافي هذه الاداره هي اللي حققت الصعود، كيفاش ماشي اداره ولا هذا لي جوار هذو هما اللي حققوا الصعود، بصح اخويا العزيز النيفو طالع بريمي ديفيزيون دوزيام ديفيزيون ماشي كيف كيف اخويا، لازم لي جوار ا نيفو هكذا ان شاء الله في الميركاتو هما اللي جابوها ماشي الاداره اللي جابوها ان شاء الله نضمنوا المانتيا ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله نديروا حاجه. صافي برك تاع دراهم اخويا، راه الحل تاع دراهم دير ايكيب، اذا ما عندكش دراهم ما ديرش ايكيب اخويا، ولاو كاع دراهم سوف ديرهم دومونديو لي زوتيريتي تاع بجاية يعاونوا المو هذه. عندنا سول سي بريمير فوا كي لعبنا في ناسيونال اون ماذا بهم يعاونوا لا ديريجيون ديريجيون ما يجيبوا لنا الحل، يجيبوا لنا لي جوار يجيبوا لنا ما كاش ما عندنا والو، المشكل راه في لي جوار ما كاش لي جوار ما عندناش لي جوار، هذاك قال لك عندنا لي جوار لهنا الله يكذبوا، الله ما عندنا والو لهنا واحد
ومع لونترينير جديد عمراني تسمى تقدروا تقعدوا في البطوله الاولى. ياخذ دوك البروبليم ماشي في لونترينير ولا في الاخر، ما عندناش لي جوا ماشي في لونت مام دوك لونترينير يجي يقدر يحكم لك خمسه سته لي ماتس بالي ماتش يروح ما يقدرش. لا مع عمراني تقدروا تبقاو في الناسيونال اون ان شاء الله. عمراني ان شاء الله يلفا بورتي لا توش تاعو، ديجا عنده اكسبيريونس في الناسيونال اون، ان شاء الله راح يمد لا توش تاعو تاع